السلام عليكم أصدقائي الحلوين بقناة شهب، وياكم آمال عامر. اليوم موضوعنا عن القدوة الحسنة. شلون تصير قدوة حسنة؟ يعني أنت مو مطلوب منك أنه تكون مثالي دائما، لازم تعرف أنه أنت قدوة طفلك. يعني من تسوي أشياء متكررة يوميا فتأكد أنه ابنك راح يسويهن، وهذا الشيء لازم تستفيد منه تربية ابنك تربية حسنة. وهم راح ترجع وتقولي ليش؟ إيه ليش يا عين؟ يعني أنت ابنك هو أساساً متخذك قدوة، راح يتعلم منك كل شيء سواء كانت أمور إيجابية أو أمور سلبية. فتأكد إذا قعدت قدامه وأنت تدخن، فتأكد بيوم من الأيام راح يعيد الغلط، سواء كان بالمدرسة بالشارع أو حتى بالبيت، وأنت أساساً ما تريد إنه يعيد تجربته. وهم لا تنسى أن التدخين هو سبب رئيسي لأمراض السرطان وأمراض القلب والشرايين. وأخذ مني نصيحة، أي شيء يحب ابنك يسويه سويه قدامه، لأن قلنا أنت كقدوة لابنك. يعني مثلاً رياضة، أكل صحي، صلاة، بر الوالدين، صلاة الرحم، ذن كلهن علمهن لابنك وسويهن قباله أن هو متخذك قدوة. هسه وصلت الفكرة؟ إذا وصلت الفكرة تقبلوا مني وتحياتي.